فعلى المسلم أن يحفظ لسانه وأن يتحفظ من زلات كلامه، فإنها خطيرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وفي رواية: يهوي بها في جهنم. كلمة واحدة. قال رجل من بني إسرائيل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هذه كلمة واحدة، فهذا يدل على خطر الكلام وخطر اللسان.